ما حكم من كان بينه وبين الكافر محبة؟ حكمه أنه عاص لله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا نهى عن مودة الكفار ومحبة الكفار. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فهذا عاصٍ لله عز وجل، يجب عليه التوبة إلى الله. نعم.